العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بآيات اللح إلى آيات الثمانية سديد سورة الرعد. وحينو الدم بيسي نقول محمد وحد الله يعبنته هذا الكنا إليهين أه أي الله قرن لأيهن الله قدر هذا القرن يعين وحكا سيابنا قولك إليهن جانا صبحين كرم من خلق عصبا أبور مينا كاسا كسيابنا دا الله ما يعبه وإنك الله يعبه بركة الله وحولي هاي دقن كولا وحاكم إذا قولنا بعدك ويستعجلونك ويكاد الدجيسانية بالسيئة حمانتي عقاب قبل الحسنة وناك كهر وقد خلط وينتك من قبل ميقهرتون المسؤولات عقاب تصالك فلا وإذا الدجيسانية الماشي إله خير نسي كده إلى آيان يعقابها الصور هنقول عليه ليه اللهم إن كان هذا هو الحق فامدر علينا حجارة من السماء بين عرفت إلهي هذه وحن حقي هاي قبل كسر دجبين بل ما يلهي الإله ولا فهمسين من يمني أه يا قرد قرشتك يا قرد قرش واحد دقم ما أبود وأني من كي يلي له عقاب نقصد نك قرش كامل وحكا سيد دقصان هو قبل مدح كان يكتب أكاد دقصان بود ودقني ما تانو تندم هو قبل مدح كان يكتب دقني ما ماشي هيك هذا إلهي إله واحد حقيه إن فهمسين ويطلب وناسن ككين إلهي بيلهن إله عقاب تسنى قصر على وحوي ماشي ونا كدل بالهاي بحمان كدل بياوي عقاب ويستعجلونك وحكاد الدجسن ويكاع الصنيع بالسيئة حمان وعقاب ويجر قبل الحسنة وناج كهر عقاب الآن تيجن حريص كهر بعقاب يوري الصنيع وهكفي عن ديني ولا قد البنان وقد خلد وين تكتي من قبلهم هتود المسؤولات وتصالب بدن عقاباتنا مركب ما دام هرتود تاريخ دلوا هاي إن ذات هر الله عقابي إن يساكودي كذا ماهي وإن ربك الرب النبي الله محمد لذو مغفرة ذنب الله في كؤس صاحبه وين للناس ذاتك أو أرنا في على ظلم مع ظلم ظلم أو على ظلمهم يجو ظلم جود كتيرة يعني على ظلم فيهم ظلم يجو كتيرة وإن ربك الرب جانا لشديد العقاب عقاب في شوي درنت هاي أيضا روحة المام يسأ الله سبحانه وتعالى من حديث تيس ذاتك يجو ذنب كتيرة أو قال لما كتيرة oo dunuub kala ku jira faasiqnimo ku jira Allah subhanahu wa ta'ala wuu kaadin ciqaabta ku soo dadajin mahay oo dad badan oo muslimiin ah ilay dhalan ba kuwan laga yaabo iyaga laftooda inay tooba keenan ba laga yaabo Ilaah raxmadiisa marka qofkii dambiilaha aha ee dulmiga ku jiray u soo dadajin mahay waa loo kaadin fursad ba la siin uu ku tooba keeno dhinaca kalena inna rabbaka la shadiidul ciqaab ciqaabtiisu way daran tahay al mu'minu ya'ishu bayna khawf wa rajaa muuminku waa allaan yaa ina tusaaleynay waa inuu qofku boqolkiiba boqol allaah isku halaynino uuna rajihiisu xoog badnaane waana inuu na quusanin waa inuu labada dhixdooday oo marka cabsidu maxay keenay imaanta inuu daayo rajuuna muxuu keenay inuu khayr ka sameeyo rajuuna keenay laakiin waxa yidhaahdeen xadiis baa sida ah marka ruuxa naftiisu soo dhawaato xagga rajaha u badiyay markaas وإن ربك ربك النبي الله محمد ولدو مغفرة ذنب الله فمذو صاحبه وين للناس ذاتك أول نافع على ظلمه مع ظلمهم يقول الدم يقول فراه كل جرة إلهي رحمة دي سيكمتاهي إنه العقاب مركب إنه قسوه دكشنين وإن ربك ربك أنا لشديد العقاب عقاب تيسو كي ترنتاهي وين بركة دقنينة اللي نسيه وامحي إله دل قادة كيسا عبداني إله دل قادة كيسا كفا إذي سو طوبة كان ويقول الذين كوي وحيده كفروا قالوا بي لولا أنزل هلا أنزل ما الود جي عليه على محمد آية معجزة من ربه ربه سحقي سكاهاتي مكا الله وحلي إنما أنت عدقوا حاتها من دون الدقنين وباتها الدقنين بحية هذه آية كما خصيصة وح آية هو اللي قارب أمتره ولكل قوم قالوا واربقان وح أوسنات هذه المذهن أنيه قامية قالوا ذي قالوا ذو حيليهم عرضوا النبي الله محمد ووحوا شيئا أي رمتها معجزة مكانه أنه كرعنه kaa alle wuxuu leeyahay adii mucjisad kuma saarix halka ma saaray mucjisad adigu digniin bixiyata adii shaqadaad waxa way ina dadka waxu sheegto oo digto xumaanta uga digto khayrkan oo sheegto adii mucjisad lagaaba rababa
بدك الأول كل قوم من هذا قال أول بنا إلى يوم القيامة عدو البوحن ونيق بتشوجه جامية وح وكذو قل ذا هذا الله وقت جاته جامية كتاه هداية القلب النبي أود مال هداية القلب الغشبة النبي أود مال وحول النبي أود ديسة وشقدي سته هداية وضد وضدك أشر وضدك تسيو سعقل قال وضدك واني هداية وين تنبي جامين أيه تقلبك الغشبة الله كلي أسكله وكان النبي الغوي لأديركي أبو طالب ونفي سوكريها يؤاد الضوانين إسلامك له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ألا له ويقول الذين كفروا وحده لولا أنزل عليهم الودجي آية معجزات مشبه لقيس ودجي إنما أنت أدقو حاتها كلية منذر دقنين بحية ولكل قوم قوم الأرض وحاوسنا لهادي وركادوا هادي باتها إنك هدينا عدي ميل شو كتبنا نقول هنوني هو جامية ديني بوشوا وإن كان لقى تلقات الله الله يعلم وحقيها ما تحمله وحي حمبار سنته ورأهان كل إنسان مدد دي يبا تقيد وحي نقصامن أو بله سكن نقصامن الأرحام الرحمكم يبا تزداد وحي زيادة وكل شيء لأرك كل عنده عند الله بمقدار وقدر لو تلقى شيء والبقدر في الله وتلقى لك شيء استصعونه ما تشر شيء والبقدر بله أدر وحيت المام يساق وح كسوء دديق أورك وح قوة ألا وأجل حويانك أردن وح أورك وح قوة وأجل مركي للسمائني مركي كتاس وهاي وح كلو تيره وألا أجيهاي في حين كوه النقصامي وحزيعي مرك في حينته كوه النقصامي ذا سشرح بدل ما يباهن تاهي حين كوه النقصامي وحوي وادع سكي بالمثل حين كوه النقصامي سوى بليه سجان بيدعين كيد لما يسنا يا وقت جيسينا وارح رحمك وين رحمك وحى وقت جيسي وكل ما يسنا يا علمه سجال بلاد طبعاً بلاد كوي طبعاً بلاد يا وحى بعسك لي واسد على رحمك حكم وين بدك لو حال يعني هواكم مركي حمل ليهين أنت بدل ما حيلان لكن وين حيلان وحيل وتشرا مركي أف دمرها أور له أي حيشه علمه ونقصامي علمه ونقصامي marka inu bilad dheeri aku darsada soo ragal hadu sagaal bilad ku dhalan laha daan xayli imanay kawiyo toobalay bilad inu soo koraa soo ragal marka fahimka nuxsamiyay taana way marka lama ogaa xayilka wax daliil ku soo aroray inu waqtigiisa lama ogaa laakiin tajribada waxa la ogaaday aqalul xayli wa malin yahabil afar ilaa 10 saacadood waxaana u badan qiyaasi 7 ama 6 ba u badan inta badan urkuna waa sidoo kale oo markuu uurku waxa uu yar wax nooli markuu soo dhalanayo 4 bilood 5 bilood meelaha saa uu yar Soomaalid waxay leeyahay 8 bilood qofkii ku dhashay ma noolaa waxa uu badan uurka ila 4 sano uu yar 4 sano uu badan bilmata imaam maligo kale wuxuu ku dhashay 3 sano oo ilkiina u soo baxeen marka xaylka xadiis malkii ilmuhu ka nuxsamayo Umar bin Khadaab baa laba nin baa wiil isku qabsatay ilmuhu عمر بن الخطاب بن أي مادة قافية ذلك يعني وحليسين أيه وحسادالين أيه يرشاك أيه لماذا بواه لماذا بواه إلا لهم بيده قل بول الله عن مكهين هوين في قرشات بوين نابل ورهم بيده وحيده ننكهنو قبرنا ننكه هره قبرنا وقو السدي والله نقمي ويقو رئيسته يدو أور له يعادة كتمن وركاسي اسمه دين عددي كقوة كنساتي كقو السدي biyihi dambe ay ku dhacay ku noolaaday marka uu ku hoogeystay weeyah Umar bin Khadaab uu u bogey aad bogey macnaheedu waxaan ka wadnaa xaylku isagoo ilmihi uu ku jiray haday xayisho ilmihi uu nuxsamayay marka bilad dheer u baan uma taqaddo la xamuuka Allahu Allah ya'lamu wa huwa yahay ma tahmilu wa hay hanbaarsatay kullu usaa middi kulligeed Allah baa yuba taqaddo arhamu rahimku wuxuu nuxsamaynayo oo ama xaylka imanayo oo nuxsamayo ama uu dhicinayo dhicis noqonayo يبقى تزداد وحي زيادة في حمكم وكل شيء شيء لأرك كل اللي عنده أكثر بمقدار قدر حد يسوي شوكو مركو دي وقدر المهم مركو دي وقدر وقال له أجيه وحوى المقدر بكس على وح بلاس يسكسوا عنا يا مثلا عالم الغيب وي وحمقا الله أقوي يوش هذا توح إلا دي نوم مغضى الكبير الله وي وي عن كل شيء شيء والبكل ككوين وي المتعالي أوصر راي وي الله سبحانه وتعالى أسماء دي سكمتها الأسماء دي سأنت الله ينوشها لي وملايين إنت الله ينوشها لي
culimadu waxay ka helay markuu nabigu yiri ilaahay sagaal shan iyo sagaal isku duuleeyay boqol mid la qofti xidiyay dakhala janna culimadu xadiis iyo waxay ka raadiyeen quraanka sagaal iyo sagaal shan ka helay marka ficil sifadu sideeda inoo timaado mooyeen ficil allah sifo looma sameyn karo bilmetal allah soo wax ma guuriyo munkix lama dhex karo allah soo wax ma halaago muhilka lama dhex karo alla soo roob kama keeno mumtir lama dhex ficil looga ma sameyn karo sifo ee sifada soo arortay kaliya way marka sifooyinka allah ka mid tahay subhana wa taala aalimul ghaib wa hamqan allah ogway inaga inaga maqan dhe inaga aan ino muuqan iyo shahaadatu waxay ino muuqdaa labadaba al kabiiru allah weyn weey aan kulli shay al mutaali oo sareeya sawaa waxa isku mid minkum idinka xaqiina man asarra qofkii sireysa al qawl hadalka iyo jahara bihi qofkii la jahara allah waa shagamay qofkii kor u dhawaaqa iyo qofkii hoos u dhiga allah waa shagamay hada ducado kala di hada hoos sagaaqdisa tumaxuma ilaa ilaa uu ku maqlaay maxuma waa waman huwa ahadna wajha allah mustaqfin qariye billeeli habeen isku qariye gurigiisa hoosta ka galay wasaaribun daahira binnahaari maalinta allah waa shagamay hadalka kor loo qaaday iyo hoos loo dhigo allah waa shagamay marka ducada kale iyo marka ducaysanayso waxa kor u dhawaato way hoos isaga ducayso wuxuu alla og yahay qofka habeen madow gurigiisa hoos iskaga xilo mugdiga iyo qofka maalintii socda intaba alla waa isaga mid way saayid baalil cado nabaha maray alla waa isaga mid subhanahu wa ta'ala qolaab waxay xanteen nabiga xanteeno waxbay ka sheegay markaas ay yiriheen wariilaha maxamed wax walba uu og yahay hadalkii naga daayay dhahay ah waa runto sawaa waxa isku mid minkum idinka xadiina man asarran qawla hadalka qofka sireysto hoos u yiraahda yumana hajjahara bihi la jahara kor u qaad hadalka waman ahad bu allahu yahay huwa isagu mustaqfin isqariya bil layl habeenka isku qariya oo haduu doono guriga hoos ka xidha wasaaribun muuqdo oo isdaahiriya bin nahaari maanta allah waa isaga mid law allah waxa usugnaaday muaqibatun kuwa isbedela min bayni yadayhi qofka bani aadamka hortiisa socda wa min khalfi gadaashiisa yaxfaduunahu wa ilaalinaya ninka bani aadamka min amri illahi ilaahi amar bi amri ilaahi amarkiisa ee ku ilaalinayo amar ba allah ba amar sidaa ku amarsiiyey wey tafsiirka ugu fiican way tafaasiir badan bay galiyaan taasaan insha allah qadagayna wuxuu alla leeyahay kuwa dadka isbedelo oo maalintiina qaar la jooga dadka habeenkiina qaar la jooga waa la leeyahay oo xadiidkii saxiixa waa ka ahaa malaa'ig isawmarto casarkiina mid baa carrowda midna way timaadaa markaasuu alla weydiiyaa wuuna og yahay markaasuu dhihiisa way tukan baan u tagay isagoo tukanna waan ka imid khalaas waa khalaas heer saru kaasi ka muaqibaadku marka inaynu damaa'irta bani aadamku u celinno oo bayna yadayhi bani aadam iyo min khalfihi yaxfaduunahu wa ilaalinaya biamri illah ilaha markiisa ku ilaah marka waxay ka ilaaleen xawaayaanka hadda haddaad seexato meel hawda quraanshadii iyo jinkii iyo wixii dhan oo meesha mari sanka kaa geli maayaan ruuxu markuu dhinto markaaba quraanshada ku soo ururi laakiin mar hadduu nool yahay wax quraansho oo sanka ka geli iyo wax shaydaan ah oo u iman midna ma jiro allah baa ilaalina malaa'ig fara badan baa dadka la socoto qaab midig ka jooga midna bidixi waa ku wax qora qaab way isu bedelaan qaar waxay qalbigiisa iyo waxaasay la socdaan malaa'ig fara badan baa sheekh yoo alla inoo yeelay subxaanahu wa tacaala tafsiirka aan maray waa ka ugu roon weeye dhowr kitaab oo ka soo eegay ka aan maray baa ugu roon law alla waxaa u sugnaaday mucaqibaatun kuwa isbedelo isla cirbiya waad garan cido yaatii ciqiba dalika min bayni yadayhi qofka bani aadamka hortiisa iyo min khalfihi gadaashiisa kor dhinac walba way ka jiraan yaxfaduunahu hu oo qofka bani aadamka way ilaalinayaan malaa'igta min amri illahi biamri illahi ilaahi amarkiisa ku ilaali ilaahi baa sidaa faray wasaa yeelay xuruuful jarri xuruufu sifa la ilaah way iska naa'ib noqotaa min tanu waa bimacnaa ba'way biamri illahi bay ku ilaalinayaan ina allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yuqayiru ma dooriyo ma biqoom qoom wixii ku sugan oo wanaaga ama shar ah xataa yuqayiruu ilaa iyagu dooriyaan maa bianfusam naftooda wax ku sugan oo dhaqankooda wax ka bedelaan allah wuxuu leeyahay ruuxuna allah subxaanahu wa tacaala ciqaab ku rigi maayo hadduu wanaagsan yahay dadkii iyagoo wanaagsan hadday xagga xumaanta u bataan ilaahay wuu doorino ciqaabuu ku rigay dadkii iyagoo xun hadday xagga wanaagga yimaadaan
الله سبحانه وتعالى marka dadku sifaday ku siidan yihiin ee iyagu yihiin inay iska bedelaan mooyaane allah bedeli ma hayo sidaas uu ku ilaalinayaa way subhanahu wa ta'ala oo dadku haday khayr qabayaan yihiin oo dadku kaday yihiin oo masajidada jooga nooc ah yihiin ilaahay saam buu ku deyn wax bedelo isbedelo kala ku sameyn maay haday dadku shar qabayaan yihiin oo xaga sharka u badan yihiin saas uu alle ku deyn oo lagu baabiin way inna allah alla la yuqayyiru mad dooriyo ما بقوم قوم وحكو سغن او خير كاي قبان الله كما بدلو خير كاي هيسان كما بدلو حمانتي كو جيران كما بدلو حتى يغيروا الى اي بدلا ما بانفسهم نفتو ودو وحكو سغن او ددك حمانته كو جيرا هدي اس بدلان حمانته هدي وي شيطان با لا سوده هدي اس بدلان الله خير بسين يا وي واذا اراد الله الله مركو لا دونا بقوم قلو سوءا حمان مركو قلو اي عقاب لا دونا فلا مرد وعلم كرام جل له عقابته وما الله منسونا من دونه الا غيره من والي وحكالميت هذه الله سبحانه وتعالى قال خير دب لا دون وحفعل كرام جل وحر جوكسن كرام مجل تخير كن واسد وكله وخير كالله كهر جوكسن كرام مجل واذا اراد الله الله مرك لا دون بقوم قل سواء حمان لا دون فلا مرد وحر جوكسن كرام جل له حمانته dib kaade waa dibe wama lahum umana sugnani midunihi alla qayt min walu wuxuu kaalmaya oo waxa ciqaabta ay alla ku riday cid ka celin karta uga heel dhicin karta ma jirto huwa alla alladhi allahu wa yuriikum idin tusiya albarqa illaha khawfan absi mushafirku ka absanay wadamaan rajo ninka de nagaadiga uu rajaynayo oo yashu uu dhaliya as-sahaba daruurihi الثقالة عصبة عصلة ويسبح الرعد أنكتكم الله تسبح سلا بحمده مع حمده حمده يسأل كسر يوال ملاك تملاك ويرسل الله مودنا الصواعقة هنقد كواحد نقع نتشعده فيصيبه كأصيبة بها تشعده ما يشاء وقفه دونه وهم يجون يسوا الله قدر عليه بابين دونه بابين كرقارته دونه يجادلون ويكمر من في الله في توحيد الله إلى التوحيد كي سفدي سكمر وهو ألا نشديد المحال عقاب تسلي درنته آية وحوي الله سبحانه وتعالى إلا عم بلقل وقص البالي قص الكروك إلا عنو إنا تسيني بقى قفك مسافر كيدي سعلا وكبق غبو قائي مالو قلي مهل كرو بقي قفك قريه سيتشو قانو وكفر حسين يحي إلا عواسدا ضرور علص أوح علص كرد ريهن الله سمعي ضرورهم markay biyo badan yihiin inay dhow yihiin badmooyin markay biyo ku joogjoogaan oo inay horto ay rabto meel dhow badmooyin inay ku dhowdahay badmooyin laakiin marka wax yar oo khafiif oo meel fog ka muuqdo way Allah baa samayay insha Allah subhanahu wa ta'ala onkodku waa tasbiix way marka onkod taadi la yiraahdo ee waa malag hadii onkodku waa malag la yiraahdo waa malag codki la yiraahdo codku waa tasbiixsanaya hadii la yiraahdo wa shanqada roobka malaga ka haynaya hadii la yiraahdo wa iska tasbiixu waxa la wixii shanqado oo dhani Allah buu tasbiixsanaya huwa alle alladhi allahu yuriikum idin tusiya albarqa illaa khawfan absid darteed buu idin tusiyo musaafirtiiba absanaya iyo wadamaan rajo qofkii gurigiisa joogay dee in roobku daa uu jecel yahay oo yashuu allahu dhaliyaa uu sameeyaa as-sahaba darur as-siqala ulus ويصبح الرعد أنكتكو الله تصبح سنة بحمده مع حمده حمده يسيه وكدره مركا مركا يعني أنكت مقشو ولا تصبح سنة نبي تصبح سنة سداسو كالي والملائكة ملائكتنا وي تصبح سنة محيو تصبح سنة مصيفته الله كبقديس مركا الرعد هو ملك هذه الليلة والملائكة عطف عام على الخاص بيننا عام خاص الوعطف هذه الرعد هو ملك غيره والملائكة ملائكة رويت تسبيح ستا مخيفة الله عبسديس ويرسل الله درا الصواعق شعد درا شعدة فيصيب حكوة الصيبة بها شعدة ما يشاء وقفكم الدونه وهم يقولون إذا قلوا الله قدر ديس السداته يجادلون ويكبرون في الله وهو شديد ما آية وحي كلمة يسال النبي قال نين أدري فرين بو أدري أردو هبلو هبل أتقو قال النبي صلى الله عليه وسلم كوغي انا مركا سويل ان كان محمد اي ييري
ilaahiisu maday jawaad buu ka sameeyay yahay madah buu ka sameeyay ka sameeyay ilaahiisu ninkii baa nabiga saddex goor markuu ku celiyay la markii dambe ninkii oo la jooga yey jacayntay soo dhacday korka hadduu doono wax laga soo daayo jacdi baa ku dhacday meesha buu ku dhintay taa waa la sheegay laba nin oo soo raacdo reebani aamirina waxay ku soo heshiyeen oo midii labiid bin rabiihi gabayaaga ahay saxaabiga ah walaalkii ahay arbad layda waxay ku heshiyeen aan nabiga dilo marka mid baa wuxuu dhin nabiga aan dhihi waa la sheekay sano meesha ay soo yeeshaan dhihi marka isha ku jabiyo seefta la bax markuu meesha nabiga la tago u sheekeynay muran buu furi ma ogtahay uu ka wiil jabiyo ki seefta markuu soo bixiyo seefta uu soo bixin karo qaanteena way baqan la sheeba ki kale la jacba ku dhac uu tagay maye qudda qudda bacir waxba ka soo baxay lugihiisa oo gabadh gurigeed buu fudhintay saana walaal yahow alla waxa u suglaatay da'watul haq baq haqa baq sumatqan لا إله إلا الله محمد رسول الله ودعوة الحق دعوة حق ألا ليه لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد توحيد كما يلا جمر مل قفها توحيد صومرني وحبك أصيح مهيا ملك توحيد توحيد يصعد كرد توحيد كأقادة وواحد لو في عمل كذا لو فيه وتوحيد سوي عمل كسوه ناسنا الله تماضي كامل مر مهيا دون توحيد وذا له دعوة الحق معنا صرع إنك ليه توحيد كصرع وصافية ومبيعية شركة مدنا لا سعني لو الله وحوصنا دعوة الحق دعوة حق هو النبا والذين كوا يدعون أي عابد إياه ومن دونه ألا سكريسا لا يستجيبون أجيب مهيان لهم يوم بشين شين أقا أجيب مهيان كوا قالدوا أي عابدان هذا يسيكا سوقنا واقا وحي كدوني ينمسين أيان إلا كباسد كفيه نين لبديسا كفذيين موية إلى الماء بيوفذيين يهو عن هادينيا ليبلغ فاه أفكي سين سوق قادان وما هو ببالغه كو سوق قادين ما أخر لقم أيام وما دعاء الكافرين قال هذا عبادة دود ما أها إلا في الضلال بلاش بوية معنا الآن ويحكر ما باش وحالي نو شيئا قل ياها الله وحانا هين عابده وحا الله وحي أتر مجره وادان دم قال وحي لمدهين وحان الله يقفك عابده وحي لمدهين biyaha halkaa jooga nin ugu gacan haatiye kaalay biyihiyo kaalay biyihiyo ma yeyoway manaya umay manaya afkiisa ma soo gaadaya waxa kale loo leeyahay nin biyo intu saa u qabtay tuujiyay oo inuu soo jiido doonay biyo tuuji gacantiisa ka kala bixay marka waxaan allahay ninka bariyo caabida kaasoo lamid ah sida biyaha halkaa taagan haddu ugu gacan haatiye ina afkiisa u soo gaadayna yu kana yu waxba uga helayna way hada waxa weeye waxa alla caabida alla qeydkan waa garanaysa waxa Allah wixii Allah ka soo haray oo cibaado Alle leeyahay adduusha u saarto bani aadam ha ahaado haddu doono guri dhisan ha ahaado qori halkaa taagan ha ahaado shaydaan waxa Allah waxaan Allah ahayn oo cibaado siisay waa macna la taaw walladina ku yadcuna ay caabudayaan oo min duunihi Alle qeyrkiya la yasajibuna kuwaasi ajiib mahay Allahum kuwan caabudaya ajiib mahay bishayin waxba ku ajiib mahayaan shil lacaga ma siinayaan illa kabaasidi kafeeyi labadiisa gacmood nin fidiyay mooyeen sida kaasu wax u helay mooyeen waa mustahil inuu kaasu wax helo ila maay biyo u gacan haatiye liyabluqa biyuhu inay soo gaadaan faahu afkiisa soo gaadaan wama huwa biyuhu ninku ma aha bibaaliq ama wama huwa biyuhu ma aha bibaaliqihi ninka afkiisa kuwa soo gaadi ma aha qofka waxaan Allah in bariyay kaasu la nafci yahay kaasu nafci ma haystaa wama ducaa kaafiriina gaalada ibaadadoodu ducaa u masal iyo ducaa ibaada labada quraanka ku jira ducaa u masal oo bariya iyo ducaa ibaada labada quraanka ku jira labaduba waxa weeye Allah baa u gaariyo subhanahu wa ta'ala ducaa u mukhul ibaadaat wa kinna bin ta ducaa mid kale la wadaajiso tira ilaahay uu uga yoo hadda tira soo xajab ma hala wadaajin waliga hala wadaajin uu uga u ducee walillahi Allah yasjudu usjuda ma fi samawati sabada wa ku sugan iyo wal ardh ardhada waxa ku sugan tawcan khiyar kood bay ugu sujuudaan iyo wakar han qasab bay ugu sujuudaan wadilaluhum hoos koodun ashada hoos koodun ugu sujuudaa alle bil quduu arorti iyo wala saali galabihi meesha waxa weeye mu'miniintu alla waxay ugu sujuudaan khiyar kood gaaladuna alla waxay ugu sujuudaan qasabo de alla ku tatarruf kana sujuuda hadduu alla siduu doono u gelayo way sujuudan way hoggaansamayn way sujuuddu way hoggaansan soo ma gaalku isagoo ku tala gashanayn buu alla u sujuudi
hayal meesha alla mariyo mari hoos kuna u sujuuda hooska ashaada hooska u sujuuda aroorti iyo galabti waa labada ay baxaan aroortiina waxay u bixi xaqqa galabtiina xaqqaas ay u baxayaan waa sujuud keedaha daqdaqaaq iyo hooska marba dhinac isu bedeli waa sujuuda waa tasarrufka Allaah loo jeedo wax walba alla ga sujuudayaan maxay wax walba alla ya xukumo meeshu doona marinayo walillahi alla yasjudu sujuuda ma fi samawaati samada waxa ku sugan iyo wal ardi ardada waxa ku sugan dawcan khiyaarkood iyo wakarhan qasr oo wixii aan bani aadamka caaqilka ahayn allah baa sujuuda allah baa de ku tasarrufi wadilaluhum hooskoodu uu sujuuda bil quduwi arooti wal asal galabta waa markoo subaxo leebe markii maalintu bartamayda la joog hoosku u baaba qul waxaatina oo qoladanu sheegtaa من رب السماوات سمد رب جدواك أيها الأرض الجواب توحك لما يقول وحات إلى الله ويقرن أيانك إلا أن قال ذو صفة فعل كمر ويفهم يسينه خلقك أيه فيزقك أيه دليد أيه نولينت أيه ويفهم يسينه صفة فعل بالي وحي ديدينه وصفة الذات أقول في يدك متهي ألا كلي هل عابدون بيديدينه الله ويقرن أيه سيقولون لله قل وحات إلى من أحد كيبو رب السماوات سمايين كرب جودها والأرض دولك قلوا حاتلا الله جواب في واحد كلمة قلوا حاتلا هذه حالة الصداتها والرب السماوات والأرض الله يهي أفتخذتم واحد سميستين من دوني ألا غيش أولياء كويد المامولة كواس الله يملكون أن إذين هننين أنو هننين لنفسي نفط هذا نفعا واحتر ولا ضر لابن أنو هننين مر هدي خالق السماوات والأرض رب السماوات والأرض الله يهي محاد عابد الله ما إلهي كلا سميستين وإله جاء سميستين وحلوه يهي يوح من السماوات كان عيثالا وحس وتران داي بس أنا ما كان ميشها تاجني يقول يا هل كعقوت ماي ميشها كمان غاخر هدي قدر هدي قبيس هدي وحوي نجاس اللي قدر الشبو حلو وتران سن كلامان ووح حس سميستين إله خالق رب السماوات والأرض ما عبدا بلني هذا والين الله لا يقول قل وحات إلى أفتخذتم موحات سميستين من دونه ألا غيثي أولياءك وإذن كالمية موحان الله أهم بعد كالمة كسويسة لا يملكون كواس الله يملكون أنوهانا من أهلي كرين لأنفسي من أفتوضا نفع واحتر ولا ضرر لبن أنوهانا كرين ودب أيو كان سنكرا نونشرين دب اسكبر دفاع كناوي نفع لمسو جيدا كرا قل وحات إلى هل يثوي مسيمين الأعماء دولة يور بصير إن دقبة إن دول وياك تفاؤل إن دول على الواء إن دمله وين كاشي سوالف إن دول إذا نك إن دخل أبيه ما تفاؤله هذا الكحم بالديني ما في عنا هذا الكحم هذا الكحم ما في عنا أم هل تسوي مي سمينهم الظلمات مجديات والنور النور الله عليه لما مثال بالنسيه كإن دخل كإن دقبة وقال كي مسلم قفك مسلم كأه مؤمن كالتوحيدك وبصير وحي دبي يا وحا دبي نو كلا غران ميشا او قمني ميشا نو قمني و كلا اوغي خيرات كود لم اوغي الله عابدي كانو هي وحبا بغران ما يبا وا ان دوله او كلا وي هلكا سو تاغن يحيو دركي سن دبي خمرغا سي اسكا عبا يا اساس ليه اني وحن وح دبي غران ماي الله هي ابورتي حتى ما يقال ما سميهن ما سميهن نوغدي يا نور ايمانك iyo dulumaadku ma siman yihiin iyo jahilnimada kufri way siman yihiin marka dulumaadka inta badan wixii ruwa la jamciya way farabadan yihiin dariiqooyin farabadan way laakiin iimaanku waa mid kaliya way wa iimaanku bil matal addadad baadar kaysa kulaani hebel isu aqiida manni barade labadaas oo kala aqiida ahayn ama labaduba waa baadil ama midba baadil aqiidadu laba ma noqoto asalba waa mid ka kaliya way laba aqiida ma jiraan waa aqiidada islaamka نبي الله محمد إنه كاني صحابته إنه شو قاسيين علم الإسلامه أي نوع شرحه وين مرك إيمانك يقال ما تبصين قل وحات إلى هل يسوي مسلمين الأعمى إن دمله يول بصير إن دقبة وقال كيو أي مؤمن أم هل تسوي مسلمين الظلمات مجديالك والذنب يفاسق نمدي والنور إيمانك أم جعلوه ما وحيؤي لله على شركائك ولا وذاك كواس وخلقوا أبورك خلقه أبورك يسوع كله وفتشابه الخلق أبورك بعد كذا درسمي وإذا كان خلد عليهم تشوذ وروحات له
الله الله خالق كل شيء شيء لارك كل كأبو روي وهو الآن الواحد ككليدي أوي القهار عدو البحر كما كان ليش هو عجيب ما هو حي سمايسان هو الله بربر دجال شركه هو عبادة الله وذاك هو سوسيد يسوي هو أبوه أو أبوه ومر كأبوه كما إسكال درس ما هو حي كلا جروي وحن ما الله بأبوه مسكون إلهي كان يكتب أبوه مساسا بينه أي واحد كم ترى وحى ما كلا جروي اللي هو صورجه دي اللي بشه وحبر سايمش شجعان illa kala garawal warkan iyo kan bitay xog badan kaynu raacna wala dhigi kara marka ma sidaasa ma sida ma hawl amjaluma waxay u yeeleen lillaahi la shuraka kuwa la wadaaga cibaadada kuwa soo khalaqo abuura ka khalqihi alla abuurkii soo kale fatisabaal khalqu abuurkii waa iskaga khaldamay calayhim dushood oo ma waxay kala garan la yihiin alla wuxuu abuuree kuwa kale waxay abuureen may waxba kaba jiraan kuwa qul waxa tiraa allahu alla khaliqu kulli shay شيء لارك كلج كأبوروي وهو الله الواحد ككليد أول في ذاته وصفاته وألوهيته وكلي وحلو ذا مثله القهار وكلية القهار ووحو البقهر وكأذقون أنزل الله ودجي قدر ذي سبحانه كمذا أنزل ودجي من السماء السماء حق ذا ماء بيه فسالت ويسعة أودية واليال بقدرها مجد وبي ولي بمجي بوسعلي وفحت من السيل وضعت كما وفو حباري زبدا أبوه حنبو خرابيا أو كرسع ده ومما كي حديثه يوقدون أي هوريان عليه دوشيس في النار نار كوريان حلبدنا ابتغاء حلية معدن طلب خير أو متاع زبد باع ومثله كا بيها دول سارنا وكلا أنا عرابت كوها ذاتي وحالقو شبهة يا قلور تضادك يا وحالقو شبهة تب qalbi waxa ku jira iimaan iyo khayr ba ku jira iyo shaki wada jira qalbina shaki iyo gaalima ku jirta waxay lamid yihiin xaqo togsog maday togoli ba mugi ah xun ba dul socota marka biyi hisaabiga hoos ay jiraan xun ba las marka way baabay doonta biya saadada soo hari marka iimaankuna waa sidaas oo kale marka baadilku bulaalo hadii baadilka laga adkaado iska baabay iimaanka ma isku soo halayo xaqi ba ma isku soo hari baadil ku abulal markoo baadil ka muqasho badan moogta nabi la muhammad kalidi ya kalidi buu intu ma kaysi dhigtaagay nabi la soo diray baan waxa raacdi gabadhi khadija ahdi haaskiida khadija bint khuwayli ibn abd uzza ibn asad ya raacday ali ibn abi talib oo guriga la joogay oo toban jir meelaha seena wuu raacay bilal ibn rabah oo ciqaab jireena wuu raacay abu bakr siddiq baa raacay dad toban toy dad 200 ka yar wuxuun ka yar yu kale jiraa kelig buu isheeday tan baadalkii inta la eka waa la baabeyay 20 sano gudahood baa lagu baabeyay marka baadalkii xaqi baa lagu misaalin azala alla wuxuu dajiyay mana samay samada xaqeeda ma anbiyo fasalad way socotay awdiyatun togad biqadbiha mugeen fahtamala saylo daadkii ba xambaaray zabadan xumbo ama abuf rabiyan oo sareeya wamima ki hadiisa waxa kamida yuqiduna ay hurinayaan calaydu shifinaari oo ay xiliy ka raadinayaan yaani macdan fiican bay ka raadin dahab kay kala dhalaale ila waxa xumbada keena waa ciida weyn yaan xumbada waxay u keen waa ciida dahabna xumbada wuxuu keen waa ciidu ku dhigeyo wamima ki hadiisa waxa kamida yuqiduna ay ku dul hurinayaan calaydu shifinaari oo macdanta ibtiqaa xiliyatin macdan saafi aad dalabkeen aw mataa'in qalab dalabka weelal ay ka sameeyay zabadul xumba amisu markii bilmetal dahabkii iyo fiddada iyo la shiilayo abuur bay tahay ilaa ciid ba ku jirtee biyaan waxay abuur kala kicinayaan waa ciida kadaalka sidaas oo kale iyo dirbullahu alla u cadeeyo alxaq xaqi u cadeeyo walbaadila xaqi baadil fasaasi kale xaqi baadil waxa weeye biyaha socdo oo saafiga ah oo xumbadu ay dusha ka fuusho xumbadu way iska baabiyo baadilku ma xogaysan oo kor soo bixiyo baalka dahabka iyo fiddada waxa la shiilana waa sidoo kale marka la shiilo abuurku kor u kaco abuurku iska tagi waa baadalki intii saafiga ay soo hadhay kadaalka sidaas uu yadirbullahu alla u cadeeyay loo soo hordhiga alxaqa iyo walbaadila fahma zabad abuurki fayadabu tagi jufaan soo qallalan buu tagi intuu gabiyaha ku hadho oo gabiyaha ku hadhay dabaysha qaaday intuu marka dambur buu noqono uu iska baabeeyo jufaan bur 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 noqon fahma zabad abuurki fayadabu tagi jufaan bilash buu tagi soo qalalan wama ma yafucu naas dadka waxa wuxu tara
وحليده بعدن تصافقه أما بياه فيمكث في الأرض للكو كنجا تجي السعودية أبوك كعيني أبوك إن عيان تكالته بس إنت صافقة صهري حق بعض المواسدة مركي الله لن كده حي حق بعض الكا حق صهري لكن حق وحوه هذا دون تين بعض الكوسك أبو لالدي هذه حق وح كليه هو هذا اللواي بعض الكوسك أبو لالدي لكن حق مركو أفيان هلا وحوه هلا بعض الكوسك بابي دونا مثلا حق مشهر ماشي كبحنا تبعد لا ماشي سوقي مثلا بعض اللي مركي ماشي كبحنا تحقق ماشي إما وإذا شوق بها يلا وده موضة نولان كنا وأما ما ينفع الناس صدقك وحافع فيم كسوون نجا في الأرض بلك تحديث كذلك السداس يضرب الله الله عدي الأمثال تصالح متقن شيء بالغوص ورين وتصالح لقاسين وين مركوا تصالح حق بعض اللي نجسي للذين كيو حاوسوا بناري استجابوا أجيب لربهم فبيقول أجيب الدعوة دي قاتي الحسنى وناك وجنة الحسنى هي الجنة الله أفكي أجيب الدعوة دي سأجيب حسن ليه والذين كوا لم يستجيبوا له ألا أنا أجيبنا لو أن اللهم دو سغنا ما في الأرض أرضا وحكو سغنا جميعا دمان يمثل ومثال كي ومعه يساق معيسا القدر لفتدوا به ويسكفر الله أفكي أجيب هذا المال الله وحلو قلنا وهذا وإن هذا أجيبته إنكم حين أجيبنا قرآن كريم كاب إن هرتين يالا إلى هذا النبي لما تشوفنا وقت جي هجرة كوني أفر بقول يا دوري أفرتم يا كسو وريفي هجرة وحال لقاء مركي النبي هجرة ودي بالربيع الأول بو نبي هجرة ودي لكن عمر بن الخطاب محرم كاب الله بينا أقول أصلت عرفت كاب الله وضح دعوة داس إنكم هذا لما تشوفي إنك دعوة وامح قرآن كان الدعوة إنه يعلم هذا إن صهر دقي سوي القرآن الكريم في حديث الرسول هو إن لقوة عليها هذه واحدة لها فكرة ذكا للقوة الشيخة دي هالرائع فكرة ذكا للدين لقاء قدمه تدفر بدون واحدة لكوه قارسة وقرآن في حديثك وحتى ذكا قرآن في حديثك دليشان ويقان وهذا وصوباري فتن نقول هذا هو القمار لكن واحد سوء ذكا قرآن في حديثك السنة لو هذا اللي يقان إمام الشافعي رحمه الله قالوا بيتك آذو شعلا markaasay ku yiraahdeen waa raafidi wa shiica weeyo moogtay waa raafidi bay ku yiraahdeen imaam maalik wuxuu yiri baytkii iyo dhameystir laakiin maqsuudkii baan hayaa in kaana hubu aali nabiga rafdan falyaclam alalamu an raafidi hadii aalu baytka jacaykii su rafdi yahay hal loogaadi rafda inagu waxaan leenahay hadii wahaabi gu yahay qofka quraanka iyo xadiiska ku amal salaay sunniga di wahaabi waxaan ku diidanay hada ma arag waligeen wahaabi waligeen wahaabi adaa ma saari marka waa sidaa wey meesha waxaan ka wadnaa oo saa u leenahay alla ajiib marka lagu leeyahay quraanka baa ino hor yaalla wey lil ladina ku waxa usnaada ahsanu samaf istajabu ajiib li rabbihim rabbigood al husna wanaag wey al janna wal ladina ku lam yasjibu lahu alla an ajiibin da'wadi diiday law anna allahumma du usnaada ma fil ardi dulka waxa ku sugan oo dhan jamee'an dhamaan iyo mithlahu isaga laba laabti oo macahum ciisa lagu daro laftadaw bihi way isku furan lahayn qiyaamaha markay joogan wax la xisaa leey maqabatay qiyaamaha markay joogan dhibaatooyinka inta leeg maxaad kaga badbaadi la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ya quraanka yahdi aqeedadeena oo qaad dhamaad kaga badbaadi waxa dib kaba keen walaayka kuwa allah muhammad rasuulullah soo xisaabun adba loo xisaabtan waa lagu adkan xisaabta oo nu qish qofkii xisaabta lagu adkay waa heluna faasabna xisaaban yasiira suuradi ila samaal shaqad ya aisha waydiisa nabiga oo ya rasuulullah xisaabi ma jirta wa xisaab ardi taas mu'miniinta wa xisaab ardi waxan ma sameeyay ha wa laga dhaafay waxan khayr ka ma sameeyay marka waxa xun aad ba loogu dulsirin maaye badaaqadii baa hore laga siin ka kale wa xisaab tashdiid wa lagu adkeen xisaabta wa xisaab xun weyn walaanka kuwa lama xusuqna suul xisaab xun wama waahum meeshii degi ay u hooyeenayaan jahannamo weyn jahannamay degay marka wayna nu kala garanay waxa jahannama lagaga badbaaday iyo wax loo galo wabiisa waxa xun almihaad gogol baxun almakhsuus bidamni jahannam bisada wax makhsuus la ilaahay yeelata wabiisa waxa xun almihaad gogol waa gogoshay waa jahannama de marka jahannama waxaad kaga badbaadi lahayd ista ilaali insha Allah ta'ala la subhanahu wa ta'ala